إذا إحنا ما نسوي كذي وما نراقب ما ممكن ننجح. كل الفنادق أنا اللي نفتح دائما أسكن فيها وبعد فترة أتردد عليها، ما في فندق تم ما شفته أو ما سكنت فيه أو ما تأكدت منه. يعني في من الطرق أنك أنت ترسل ناس ما حد يعرفهم ويسكنوا ويخبروك. الشيء الثاني أنك ترسل شركات تروح وتحجز وما حد يعرفها إلا يمكن في آخر يوم لما الشركة تحب تدخل في المطبخ وتشيك في المطبخ المدير يعرفها. إذا إحنا ما نسوي كذي وما نراقب عشان نتأكد من الكواليتي ونتأكد من الخدمات الجيدة وهذا ما ممكن ننجح.